عايز اوريكم فيديو فاكرين زمان يا جماعه انتفاضه الحجاره واطفال الحجاره تمام انا عايزكم تشوفوا الفيديو ده بعد اذنكم شوفوا الفيديو ده كده معايا وهنتكلم عليه بس لازم نشوفه ايوه بصوا بقى طول ما انا بتكلم هاتولي ايوه ادي الدرون الدرون نزلت بالنبله يا جماعه بس كل اله الحرب الاسرائيليه عمليا تقف احيانا جدا عاجزه امام طفل صغير بحجر اصغر ادي الدرون طالعه تراك اتخبطت بقى بطوبه اتخبطت بنبله يعني الطوبه دي خارجه من النبله خارجه من ساعد هذا الطفل العظيم مش ده المهم مهم انه ولد صغير بطوبه صغنططه رزعها لك جابها لك الارض طبعا في في راي بنيامين نتنياهو هذا الولد ارهابي هذا الولد معادي للساميه ازاي يدمر الدرون اللي بتتجسس عليه هو واهله وشعبه؟ ازاي يدمر الدرون اللي بتستطلع تحركات الشعب الفلسطيني عشان نتنياهو وفرقه الوحوش اللي معاه وشعبه المتوحش يقرر انه يقتلهم. ازاي؟ خلي الفيديو موجود معايا وانا موجود مع حضرتك. طفل ترك جبهة الأرض طيب ألم يستوعب نتنياهو ألم يقرأ التاريخ ألم يستوعب التجارب يا جماعة طب نصيحة لبنيامين نتنياهو من مذيع مصري أتمنى يعني أن التلفزيونات الإسرائيلية الزيادية بيجيب لنا فيديوهات كتير وبيعودوا يشتمونا وبتاع تحديداً البرنامج ده والمذيع ده بالتحديد يعني كتير قوي خدوا دي بقى، بص يا عم نتنياهو هي نصيحة بقى لأول مرة أنا هنصحك، ولا دي تاني أو تالت مرة. الفلسطينيين لا يكلوا ولا يملوا من المقاومة. أنت بتتكلم على أجيال اتولدت وكبرت في ظل احتلال وحشي، ولا حد فيهم يأس من المقاومة. ناس واخدة قرار إنه حياتها لا تعني أي شيء ولا تساوي أي شيء دون هذه الأرض، دون هذا الوطن. ليه؟ عشان هو وطن يا بنيامين. بني وطن، ده شيء أنت ما تعرفوش. أنت جاي من الشتات، يا ريتك جاي من الشتات. أنت جاي من بلاد تانية، إحنا ما نعرفكش. لا أنت بتتكلم بلساننا ولا انت لونك لوننا ولا ثقافتك ثقافتنا ولا اجدادك ليهم علاقه بينا انت جيت ارضنا فانت ما تعرفش يعني ايه وطن انت تعرف الاحتلال تعرف الاباده تعرف التطهير العرقي تعرف الوحشيه لكن ما تعرفش الوطن احنا نعرف الوطن هذه الاراده الوطنيه الخالصه هي اللي خلت ولد ينزل لك درون وكده. يعني أنا لا أظن إن الولد بذل أي مجهود. تك بيو مع السلامة. هما هما رجالة المقاومة الفلسطينية اللي بيرقعوك كل علقة والتانية أسخن من اللي قبلها. ولو ما كانتش العلقة أسخن ما كنتش رحت عيطت الماما ولو ما كانتش كل علقة أسخن من اللي قبلها ما كنتش رحت تطلب المعونه والمدد ولو ما كانتش كل علقه اسخن من اللي قبلها ما كنتش قلت لهم اصل معاداه الساميه انتوا بتكرهوا اليهود وعياط بجد اصبح هذا الامر لا ينطلي زي ما كنت بقول بجد والله هتلاقوا على اليوتيوب فيديوز كتير اساتذه يهود بيقولوا له معاداه ساميه ايه؟ احنا كاساتذه في هذه الجامعات مشاركين في هذه المظاهرات وبنشجع طلابنا على ده. لان اللي انت بتعمله هو التطهير العرقي وهو الاباده الجماعيه وهو الوحشيه بحد ذاتها واحنا رافضينه. بس. روح بقى قول لهم انتوا يا يهود بتعادوا بتعادوا اليهود، يلا كمان بالمره، انتوا يا ساميين بتعادوا الساميين.